لا انتم كما كتشوفوا والحاج الله يدخل عليكم الصحه والسلامه. شكرا بزاف دعي معنا نوصل على خير وبخير. الله يحفظك وشكرا بزاف. سلعه زينه الله يرحم بها والدي. سلعه زينه الله يكثر خيرك ويخلف عليك. شكرا الله يحفظك بزاف بزاف. الله يحفظك بينا في كونفياس وبصح سي كونفياس تسام. الله يسعدك شكرا. حتى انا كنشكرك ياسين راه ما كاينش ما خير منه كاع. الله يحفظك فوالا. الله يسهلك احسن راجل في الدنيا يعني. الله يحفظك حتى هو. السلام عليكم. اليوم الاخوان عندنا واحد السياره معشوقه اخوتي اللي شحال هذه كان البيع ديالها شويه ثقيل عندي في القناه، ولكن نهار قلعات ولا كلشي كيسول عليها ولينا كنشريو غير فيها هي. الاودي الاخوان كيو 5 والاودي اللي معنا اليوم راه هي الحاج اللي كنقدموا له التحيه، الحاج اللي جينا من باري. السياره الحباب كما كتشوفوا معنا واحد النقا ما نهضروش عليه، لان الاخوان السياره كما كتشوفوا راه حنا عند لاميزو اودي. لاميزو اودي الاخوان واش نقول لكم، هاد لاميزوات هادو يعني غير فاش يبغيو يبيعوا لك الاكسبور يعني غتخرج السياره على المانيا، راه ديك الساعه راه حنا كنفرحوا، لانه ما كيبغيو يبيعوا غير هنا السيارات في المانيا، ما كيبغوش يبيعوا برا. علاش؟ باش السياره كتبقى سيدي تجي تبدل عندهم الزيت واحد 3 سنين ولا 4 سنين. حيت الاخوان واحد القضيه اللي ما عرفيناش الناس، ان هادو بعدا هادو راه هاد السيارات اللي دابا انت كنجيو حنا الناس البريفي، هادشي غير فوق الشبعه. هادو راه خدامين مع الشركات، اي شركه كتجي كدوماندي على 400 500 طوموبيل في العام، وراكم عارفين المانيا شحال فيها ديال الشركات واوروبا شحال فيها ديال الشركات. هادشي الاخوان ديال البريفي حنايا هادشي عندهم غير خضره فوق طعام. ليه هذا كيطلبوا لك الفيرمو ضروري والسياره ما خصهاش يعني داكشي معقد. المهم الحباب عشاق الاودي شوفوا لي هاد كيويت في العسلي وفي النوار. الله يبارك الحباب الله يبارك. السيارات كما كتشوفوا موجودين كلشي كلشي كلشي. واودي اودي صراحه نقدروا بي ام نفسها مع مرسيدس، ولكن اودي ما نقدروش نفسها مع فولكس فاجن واخا هما نفس الدار. اودي كتبقى بلا منافس، لان صراحه اخوتي فاش كتوقف قدامها كتنسى العالم وما فيه. دابا غنرجعوا للسياره ديالنا ديال الحاجه الحباب كما كتشوفوا معنا، سياره الاودي كيو 5 اخوتي. شوفوا تبارك الله الحطه كي دايره، والسياره فيها واحد النقاره ما نقول لكمش، يعني غير لي جونط غير لي جونط يا اخي يعطيوك العربون ديال السياره. شوف تبارك الله البنوات كي دايرين. السياره اس لاين من برا ومن الداخل، جايبه لي زوبسيون زوينين المحبوبين اللي كيعشقهم اي واحد. السياره الاخوان اش نقول لكم تبارك الله وصلنا بالسيارة كواترو دفع رباعي. واش نقول لكم اخوتي بالنسبه للاسعار، بالنسبه للاسعار بزاف ديال الناس، هاد الناس كاع اللي كتشوفوا كيجيو عندي القناه كيتقداو، علاش اخويا تيجي عندنا تيقول لك اخويا سين كيعجبنا النقا كتورينا النقا. الناس الاخوان ما على بالهاش بالسعر، الناس اللي على بالها هو السيد متقاعد غيجي غيتقدى السياره، ما غيمشي لهك لهك صافي، غيتقدى السياره غادي يمشي جاده داكشي موثوق داكشي مقاد داكشي ناضي. السياره يلاه ضربه 38000. بالنسبه لي زوبسيون نبداو الاخوان، عندنا لي زوبسيون ديالنا اللي كنحتاجو. يا سلام عندنا الكوفره الاخوان الكتريك كما كتشوفوا، هذه زوبسيون زوينه. اول سياره غادي نشريها ويعطيونا معنا هاد اللعيبات الاخوان اللي كيجيو البورت باجاج الفوق، ها انتوما 18 مورك راه فيها حتى هو، راه كاينه لوبسيون اللي ما وريتها لكمش. المهم الاخوان وهنا كما كتشوفوا عندنا السياره اس لاين كما كتشوفوا تبارك الله وصلنا النبي. السياره فيها لوبسيون ديال لانجل مور هي، والسياره الاخوان من الداخل شو تبارك الله النقا ديال لي سياج كيدير. هذا هو النقا اللي جايب الحاج عندنا هو هذا الدراري. شوفوا المرايات كما قلت لكم فيهم لوبسيون ديال لانجل مور، وهما رابطابل الحباب. ها انتم الحباب شوفوا تبارك الله لي سياج ديال الاس لاين، شو السقيف ديالها كيفاش داير. وعندنا الحاج غادي يرجع ليامات الشبابيه لان عنده الفولو المقسوم ديال الاس لاين. انا الحاج تمتع ليا مع راسك. البانطايا ديجي طلع الحباب، ستار وستوب هذه كتجي دائما في الاودي. لي سياج الاخوان شوفوا كما كتشوفوا معنا، السياره اوتوماتيكيه. وشو يا حبيبي الطابلو وشوف النقاء اللي كيجيو الناس عليه لهذ القناه. ها انت اخي غتبرك هنايا، يا سلام عليك يا سلام يا سلام. السياره ضاربه 38000 كيلومتر، السياره باقا في الروداج يا اخي. هانا اخوتي هذا هو النقاء اللي كاين عندي ياسين جرماني، ليكليراج دومبيونس كما كتشوف معايا راها بياسة قليلة نادرة نادرة هاد لوبسيون هادي الاخوان في الاودي. المهم نمشيو اخوتي نوريكم بعدا. حبس 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 حبس، تا هادي راها تا هي خصنا نوريها لكم لان جد مهمة. الكاميرا ديال الريكول الحباب بالنسبة للسيد اللي عندنا الحاج، ان شاء الله ما غاديش تجرح السيارة ديالك
داكشي راه ناضي هنا كما عارفين المينو العيبات. مهم هنا عندكم لي موداليتي اللي كصراحه في هذا الكوسانك والله الا كتحس بهم في الطريق بمعنى الكلمه البانطايا ديجيتال جايه قايله كلمتها مع هذا الفولو الاس لاين الاخوان المقسوم من التحت وهذا الكرومي خلاص راه لعب في السياره من برا ومن الداخل. اجيو تشوفوا معنا المحرك والكانطارا بعدا كما كتشوفوا الكانطارا واتشي خوتي راه فهمتوني راكم عارفين شو بعدا البنوات والجوينطات النقا جاي من عالم اخر. السياره من الامام جايبه الليد كما كتشوفوا وملعوب بها مع الكروم مع النوار داكشي اللي شفنا في الفولو الداخل واحد اللعب واعر 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 بزاف. دابا الاخوان اش غادي نقول لكم راكم شفتوا السيارات اش كنوريها لكم ضاربين 100000 و150 وكتشوفوا الموتور اللي نقي ما حاره. هذه انا فاش كنجي نشري من عند هاد الناس فما كنحش الكابو كاع. ها انت يا اخي ها ها انت قول لي كيفاش غتقول له هاد الطوموبيل جربها شو الماد الموتور كيدير شوف ها الله يبارك الحباب. المحرك كما كتعرفوا الدو لتر الكات سيلندر الاخوان كيولد لنا 190 ديال الخيل اخوتي. السياره اش نقول لكم جديده 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 قرطه الحباب قرطه. المهم اخوتي المهم هاد السياره هذه اش نقول لكم عارفينها 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 ولكن ضروري خاصنا نمشيو نضربوا بها واحد الطويره في لوتوروت ونشوفوا التيراج ونجربوا الحاج المسائل ديالو وباش نعطيوه الاوكي ان شاء الله يا ربي يتوكل على الله على بركه الله. وانا الحباب في تجربه السياره اخوتي الاودي كوسانك والفولو سبورت يا سلام الاخوان. هاد السياره هذه اش نقول لكم راكم عارفه هي ايسوفي يعني كتعطيك واحد المزيج ما يعطي لك الا الحديد الالماني. ركبه عاليه تبارك الله وشداد الفولو سبورتيف والسياره الاخوان الله يبارك سياره معتبره واكثريه فاش كتجي هنا وكتبدل لي موداليتي. كاين الفرق الحباب بين موداليتي وموداليتي عند الارمان. سياره مريحه ديال بصح هي راكم عارفين راها زايده في الثمن شويه على 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 على, على, على التيغوان ولكن الاخوان السياره انا كتعجبني بزاف. انا هاد السياره الكوسانك كتعجبني بزاف وان شاء الله يا ربي غتكون مبروكه على الحاج. السياره ما فيها ما يتجرب يا لا 38000 كيلومتر اللي ضربه في الكونتور. السياره الا كي خرجت من لاميزو وراكم عارفين 38000 ضربها فوق هاد الطرقان هادو الله يبارك. المهم البلاكه راه حاطينها هنا حيت القدام ما فيهاش البلاكه فين تعلق البلاصه فين تعلق البلاكه على حسب التجربه. دابا صافي الاخوان ضربوا بها دويره ان شاء الله خفيفه ضروري من جينا جينا وغادي نمشيو نكملوا الاجراءات للحاج الله يدخل عليه بالصحه والسلامه ان شاء الله. هاي الكوسانك الحاج مبروك عليك الحاج راه وصل عندنا. الله يحفظك خير الله يعمرك انت تبارك الله داكشي اللي بغيت هو هذا. الله يحفظك. شوف حنا دابا بغينا تطلع بغيناك تشوفها في الطريق عاد تعطينا الراي ديالك صافي يلا الحاج سير الله. ها الحاج انا تبارك الله عليك مرحبا بك ان شاء الله تبارك الله وصل عندي يجي عندك ولدي ان شاء الله ونسيب حتى هو ان شاء الله كما كما كتشوفوا. والحاج الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه. شكرا بزاف دعي معنا نوصل على خير وبخير. الله يحفظك وشكرا بزاف سلعه زينه الله يرحم بها والدي سلعه زينه الله يكثر خيرك ويخلف عليك. شكرا الله يحفظك بزاف بزاف الله يحفظك بينا في كونفياس وبصح سي كونفياس تسام الله يسعدك. شكرا حتى انا كنشكرك ياسين راه ما كاينش ما خير منه كاع. الله يحفظك فوالا الله يسهلك احسن راجل في الدنيا يعني. الله يحفظك. حتى هو الاخوان راه مسكين مشيت تشتري الطوموبيل وخلص الثمن 37500 خلصها بنكا والله ما شاف الطوموبيل حتى جا مسكين اليوم والحمد لله. الله يدخل عليك الله يدخل عليك بالصحه والسلامه الحاج طريق السلامه. الله يحفظك سلامه عليك شكرا.